صحابته أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس اليوم إن شاء الله تعالى يكون بمثابة مقدمة إلى شرح هذا الكتاب العظيم ألا وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد. وهذه المقدمة جعلتها بعنوان أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الإلهية، وهذا العنوان هو فصل من كتاب للشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى من ضمن كتابه الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، كتاب من الكتب القيمة التي صنفها الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. وهذا الفصل من الكتاب نحتاج إليه جميعا باعتبارنا دعاة ومصلحين في مجتمعاتنا. ما أحوجنا إلى معرفة ما جاء في القرآن من أساليب متعددة في دعوة الناس أو في تقرير التوحيد. دعنا نشوف كيف الأساليب في القرآن، وخص الشيخ حفظه الله تعالى من أقسام التوحيد قسما واحدا. التوحيد عنده أقسام: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. والتقسيم ده ما تقسيم جديد، يعني لنا كثير من الناس أول ما يسمع التقسيم يقول لك التقسيم ده جاءت القسم منه، وده بدعة من البدع. لا، ما بدعة. والتقسيم ده موجود منذ القرون الأولى المفضلة، يعني تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. توحيد الربوبية يتعلق بأفعال الله، إنه ربنا خالق خلاق ومدبر لشؤون العباد ورازق. دي يا إخواننا أفعال المولى عز وجل تدخل في باب توحيد الربوبية، يعني الله سبحانه وتعالى رب، الرب السيد المالك المدبر. النوع الثاني توحيد الأسماء والصفات، ما يتعلق بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، أسماء الكثيرة الموجودة في القرآن والسنة: السميع العليم البصير الحي القيوم الأحد الصمد. وأي اسم من الأسماء تشتق منه صفة من الصفات، أي اسم تشتق منه صفة. فالعليم اسم منه صفة العلم، والقدير اسم منه صفة القدرة، وهكذا. عشان كده العلماء قالوا الدهر ليس من أسماء الله، ما جاء في الحديث: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. لكن الدهر ما من أسماء الله، ليه؟ لأنه ما بتشتغل منه صفة. طيب لو قلت لك اشتغل صفة من اسم الدهر، ما تشتغل صفة. عشان كده أسماء الله تعالى تشتغل منها صفات، وأي اسم من أسماء الله لا يثبت إلا بدليل من الكتاب والسنة. قياس ما في، إجماع ما في، بس نص من القرآن أو سنة.
لأنه الإجماع ذاته إلا يجمع على إنه ده اسم ورد في الكتاب والسنة، لكن ما بينشئوا اسم من عندهم بس في الكتاب والسنة. وكذلك يعني ما بنثبت ولا ننفي إلا بنص. ده اسمه يا إخواننا توحيد الأسماء والصفات، ده جسم من أقسام التوحيد. قسم ثالث توحيد العبادة، بعض العلماء يسميه الألوهية، بعضهم يسميه الإلهية، بعضهم يسميه العبودية، كل واحد. الجسم الثالث ده متعلق بأن العبد لا يصرف عبادة إلا لله، يعني الدعاء عبادة يصرف لله، الخشية عبادة تصرف لله، صلاة، صيام، حج، زكاة، غيره. يعني اللي بيتعلق بعبادتك انت لله، انت تعبد الله برام، ده اسمه توحيد العبودية. اللي بيتعلق بإقرارك، إقرارك انت بانه الله خلقك، رزقك، مالك، مدبر لشؤون الكون، ده اسمه توحيد الربوبية. طيب النزاع اللي وقع بين الرسل وبين أقوامهم كان محصورا في توحيد العبادة. انت عارف اغلب المشركين، الغالب الأعم من المشركين ومن الكفار، كانوا مكرين بنوع من أنواع التوحيد اللي هو توحيد الربوبية. يعني الله بيخلق والله بيرزق وبيحيي وبيميت، هذا النوع من أنواع التوحيد كان يقر به المشرك الأول، ما كان عندهم فيه مشكلة. ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو سألته ولئن سألته من خلقه، يعني لو قابلت لك مشرك من الكفار زمان قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، سألته من اللي خلقك، ما بقول لك خلقني الله ولا العزى ولا مناة ولا هبل، لا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، معترفين مش كده بس. قل، ده سؤال، من يرزقكم؟ ها الرزق بيجي من وين؟ السؤال ده ما للمسلم، انتبهوا يا اخواننا، السؤال ده للمشرك. قل من يرزقكم من السماء والارض، اما يملك السمع، يعني عشان انت تسمع الملك سمعك منو، والابصار، وهو يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر. ربنا وراه الاجابه، قال له فسيقولون الله. قل لمن الارض ومن فيها، السؤال للمشركين، قال لهم الارض كلها لمنو، قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون. ربنا قال له شوف الاجابه حديك، فسيقولون، سيقولون لله، الارض لله. تعرف في زمننا ده جو ناس هم بيقولوا مسلمين ما بيقولوا كفار كمان ذاتهم دي، يقول لك الارض دي ماسكنا نحن كده، الارض ماسكنا نحن. طيب يا اخي المشرك الاول يبقى خير منك؟ قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله، قل افلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع، اها قل من رب السماوات السبع، قل قال سيقولون لله، قل افلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله. اذا يا اخواننا نحن نخلص من الايات دي لنتيجه مختصره، انه كانوا مقرين بشنو؟ بتوحيد الربوبيه. طيب كفار ولا ما كفار؟ كفار. بعد
خشوا جهنم ولا لا؟ كلهم. السبب شنو؟ في نوع ثاني من انواع التوحيد ما غروا به. عشان كده بقى النقاش كيف؟ النقاش انه اللي انتوا غريتوا به ده للمشركين يعني من انواع التوحيد مفترض ياخذكم للنوع الثاني من انواع التوحيد. فقل افلا تتقون، ما دام انتوا اعترفتوا انه بيرزقنا وبيخلقنا الله وده كله، فقل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال. اذا كنتم معترفين اللي بيخلق الله واللي بيرزق الله وكده، طيب تنادوا غير الله ليه؟ ليه تنادوا غير الله؟ كويس. فده النوع من انواع التوحيد الذي اخل به المشركون، وهو توحيد العباده، يعني تصرف الدعاء لله، الصلاه لله، الخوف لله، الخوف من الله، النذر لله، الخشيه من الله، الرغبه الى الله، هكذا. طيب النوع ده ما دام بقى ده محل الصراع، يلا انا داير المقدمه دي كلها داير اوصلك لانه ما دام عرفت ايها المسلم ان هذا النوع من انواع التوحيد هو محل الصراع بين الرسل وبين الاكوان، يعني ما كان الصراع، ما في نبي جاي يقنع قومه بانه اللي بيخلق الله واللي بيرزق الله، لا عارفين كده. المشكله وين؟ المشكله في انه الله اللي بيخلق وبيرزق ده الناس ما بيعبدوا براو، دي المشكله هنا، مفترض يعبدوا براو. طيب هذا النوع من انواع التوحيد ما دام بقى موضع النزاع ركز عليه القران، تركيز عجيب، تبع شو حد يشوف التركيز ده كيف، وتعددت اساليب القران في تقرير هذا النوع من انواع التوحيد. ويا اخواننا قبل ما نخش فيها، انا لو داير اقنعك بحاجه كويس وعددت لك الاساليب، جيتك بالحجه بجاي بعشوبي هنا بعشوبي هناك واقنع فيك، ده اولا يدل على اهميه هذا الامر. اساليب متعدده، يعني الليله الزكاه ركن من اركان الاسلام، مش سمعنا في الخطبه قبل شويه الزكاة ركن من أركان الإسلام، لكن هل تعددت الأساليب في إقناع الناس في أداء الزكاة؟ نصوص معينة، كويس؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، كويس؟ أم تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، نصوص معينة، ليه؟ لأن إقامة الزكاة مبنية على غيرها، مبنية على العبودية لله. الزول لو بقى عبد لله، ذليل لله، خاضع لله، حتجي بعد ذاك الزكاه، تجي الصلاه، تجي بقيه احكام الدين. اذا اصل الدين مبني على التعبد لله. ما دام انت بقيت عبد ذليل لله، الامور بتجي تبع كلها، كلها تجي تبع. اذا هذا هو اساس الاسلام. كثير من الناس اللي مو عارفين. واحد تلقى داعيه شغال زمن. الموضوع ده ولا مهبش. يجي فيه بفوق كده ماشي. موضوع التوحيد. وكلمك النصيحة. أي زول، شوف أي زول بيخط حتة كم خط. أي زول ما بيهتم بالتوحيد ده إما جاهل أو عبد التوحيد. واحد من اثنين. يا جاهل ما قرأ القرآن وما قرأ السنة. ما بيعرف حاجة. بس الإسلام تعلموا من ناس اسلام عاطفي، تعلم بعض الاحكام واساسيات خطوها لك الى الجماعه ومشى عليها، جاهل ما عرفش. واما انه عدو للتوحيد. في ناس ما بيقبلوه عداوه. مو دايره. اول ما تجي تتكلم في التوحيد تقول للناس هو يا ناس اعبدوا الله براو وخلوا الجماعه اللي بتنادوا فيهم الليل. يقول لك يا مولانا ما عندك موضوع غير ده؟
انا موضوع عندي غير ده عندي، لكن ابتدى مالك معه، مش ده سؤال منطقي؟ المواضيع راقده، ممكن اكلمك عن ايش انت داير؟ داير عن الصيام بكلمك، عن الحج بكلمك، بر الوالدين بكلمك، المواضيع فيه الحمد لله. لكن انت سؤال ده ما دايره ليه؟ افضته ليك يعني؟ شيل واحد ثاني؟ ليه؟ وما دايره؟ داير يعبد اي حاجه. يدعو الله ويدعو الشيخ، كله عنده واحد. فهو عدو لهذا التوحيد. وبالتالي هذه مقدمة. بعدية دخل الشيخ حفظه الله تعالى إلى الأساليب. قال الأول، الأسلوب الأول اللي اتخذ القرآن في تغرير توحيد العبادة، قال أمره سبحانه بعبادته وترك عبادة ما سواه، كما في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، إلى قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. واضح الأمر بالتوحيد والنهي عن ضده. ومنها اثنين، إخباره سبحانه أنه خلق الخلق لعبادته، كما في قوله تعالى خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثلاثة، في أمور أنا بمشيها بسرعة وفي واحدة تبقيش معاي، دي واضحة. ثلاثة، إخباره أنه أرسل جميع الرسل بالدعوة إلى عبادته والنهي عن عبادة ما سواه، كقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كويس. أربعة، قال الاستدلال على توحيد الإلهية بانفراده بالربوبية. دي كيف؟ توحيد الإلهية لما شرحناه إنه العبد يعبد الله. توحيد الربوبية إنه الله خلق رازق مدبر. في بعض الآيات ربنا بيستدل على الثانية بالأولى. كيف؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أها، ورانا ليه؟ مش ورانا؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أها، والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. بعدها قال شنو؟ فلا تجعلوا لله أندادا. يعني لو انتم معترفين الله خلقكم وكذا، والسماء دي رفعها الله والأرض بسطها الله ونزل لكم من السماء مويه، المويه ما نزل زول، نزل الله صح؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ المزن السحاب. كويس؟ نزل المويه أنبتت الأرض نباتات شتى فأخرجنا به ثمرات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمر إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يتفكرون. ثمرات مختلفة ربنا أنبتها. بعد ذا قال لك فلا تجعلوا لله أندادا، ما دام اعترفت إنه ده الذي خلق هذه الأشياء هو الله، ما تجعل له أندادا. لأنه سأل نفسك سؤال، هل أنت سويت النار؟ سووا حاجة في الكون ده؟ في السماء ولا في الأرض؟ ما سووا شيء. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذا ده الاستدلال على توحيد العبودية بتوحيد شنو؟ الربوبية. أنتم مركزين يا إخواننا ولا في ناس ناموا؟ طيب، قال ومنها الاستدلال على وجوب عبادته سبحانه
بانفراده بصفات الكمال وانتفاء ذلك عن آلهة المشركين كقوله تعالى فاعبدوا واصطبر لعبادتي هل تعلم له سميا وقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا شوف بسم الله اللي عجب كيف عبد لهم عجل سوى براهم وإس العجل ده الهوى يخش بدبره يطلع بقشره قدام يعمل له صوت له خوار قالوا هذا إلهكم وإله موسى ده يا هو إلهكم ربنا قال ألم يروا أنه لا يكلمهم لأن الإله بيتكلم الإله الحق بيتكلم أما ده ما يتكلم ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين من الأدلة على التوحيد إن ربنا انفرد بصفات الكمال وده ما عندهم شيء ربنا قال ذلكم الله ربكم له الملك الملك كله عنده أها والجماعة ديرك والذين تدعون من دونه الله قال لك ما يملكون من قطمير واحد قال له يا ابونا الشيخ ده عنده زريبة كاملة تقول له ما يملكون من قطمير هو ما فاهم وقال عنده زريبة معناها عشان هو بيع ويشتري وفي ملكه مكتوب هناك في الأراضي الأرض تابعة للشيخ الفلاني هو متخيل إنه دي ملكه كده لا 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 ده ما ملكه لأنه ما خلقه ولو ولعت فيها نار خلاص موضوع واضح انتهت كويس الملك ما كده الملك كونه يجيبه من ما في يجيبه من ما في يقدر منو اللي يقدر قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا الضبانة دي كائن حي مستغزر تافه ما عندها موضوع ذاته وانت ولا بتحترمه جاء الضبانة بتطوب ده كده شفت قال لك الضبانة دي لو اتلموا لها الفقرة بتاع الواطة ده الجد كلهم دار بس يخلقوا ضبانة والله ابوه يا ما يضربوه ما بتقدر دبانة ما عندها قيمة قال لن يخلقوا ذبابا بعدين ولو اجتمعوا له ومش كده بس قال لك وإن يسلبهم الذباب شيئا الذبابة دي ما بتمشي الكاشير تجيب لها طلب بتاكل من الطلب حقك في التجربة وبعدين لما تاكل ما بتستأذن منك تجر لها كرسي تقول لك إذنك جعانة ده يفطر معك لا ولا بالشاورة قلت له طايرة جوا الصحن طوالي يسلب سلب تعرف السلب كيف؟ ها؟ أهلنا بقول لك السكين من السلب والعكاز من الكلب وفكة الريق مسمار القلب شفت النغمة دي كيف؟ السكين من السلب يعني شنو؟ يعني القلع يسلبوك لأمه فيك رباطة في الخلا كما جاي السكينة بيطلعوا بهايمك الضبانة بتسلب ما بيشيل بالراحة قلع شوفي تقلع منه تقلع لا زول الدنيا دي كلها بتخاف منه الدنيا كلها ترجف الفقيقة كان جا قاعد في الكرسي وجابوا له الصينية بتاعت اللحم الناس كلها بترجف منه الضبانة ما عندنا معه شغلة ما شغلة في الطريقة بتاعته طيب تقلع من الله الحق قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه حقك كان شالت منك ما بترجعه خليته خليجا كان شالت حقك ما بترجع منك علماء الطب قالوا الضبانة بتهضم من برا ده هذا بيرقوا منها كيف؟ قبل ما تدخله يعني انت هسه دخلت الكمونية في بطنك وتشرب عليها قزازة بتاعت كولا وكده كل شيء انت هضمه لا لا دي بتدخله جاهز لو جيت فتحت بطونه طوالي بس اول ما خشت سالت لها حاجه طوالي فتحوا بطونه جوا ما بيلقوا اي حاجه لانها بتدخله وتهضم جاهز قال لك وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب الطالب ده زول الدار من الضبانه والمطلوب الضبانة ذاته ضعف الطالب الزر البندها غير الله يا شيخنا تلحقنا والمطلوب الشيخ ذاته
ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. إن الله لقوي عزيز. عشان كده قال لك من أساليب القرآن في تغرير التوحيد تدي الله صفات الكمال لأنه موصوف فيها. صفات الكمال والتمام. لكن المخلوق ضعيف ومسكين ما عنده حاجة. يا أخي سيد الخلق النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد ضربوه واحد اسمه ابن قمئة وآخر ابن العاص اثنين واحد ضربه في خشمه شرط الشفة تحت وكسر الرباعية السنة الرابعة من تحت والثاني ضربه في راسه والسنة بتاعت الطاقية خشت له وجنته ضربوه قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم ربنا نزل عليه الآية قال له ليس لك من الأمر شيء بالله شوف الكلام ده كيف ده النبي عليه الصلاة والسلام الله قال له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ما لك شيء في الأمر الأمر كله لله شفت كيف عشان كده ربنا عنده صفات الكمال والمخلوق في النار ضعيف دي من الأساليب ستة قال تعجيزه لآلهة المشركين يعني أنت ما بتدعو للتوحيد أنت بتنوع في الأساليب مرة تجيهم بأدلة إنه الله يعبدوه ما يعبدوا غيره أحيانا تبين لهم إنه المخلوق ده ضعيف ما يقدر يعمل شيء أحيانا في أساليب بتاعت إعجاز ربنا يتحدى فيها آلهة المشركين طيب قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ما يقدر ينصر رقبته وفي دي ضربوا مثل لعمرو بن الجموح صحابي كان عنده أولاد وأسلموا قباله بعد ذات عنده صنم الصنم بتاعه ده بتاع خشب كل مرة بجيب الصنم بتاعه بنظفه جيه تمام عشان تعرف ذاته سفه وغباء غريب خلاص انت الاله بتاعك اللي تنظفه وتقعده في محله كويسه طيب ما يقعد براه وده اله وكان غالبا يقعد كويس ذاته ده اله هسه نظفه كده وخده في محله كويسه اولاده قدر ما دعوا الاسلام ما دركوش بيقوا شنو يمرق بيجاي بيجي يصير الاله بتاعه ويدعوا برا يمشي يفتش الاله لقاكم بيجاي الهي فيه شفتوا بيني فتش في النهايه بيجيب وراجع وخده كم يوم كده قال لي لقى الثعلب بال فيه ما هو ده ما اله يا لقى الثعلب بال فيه الوقت ده اقتنع قال ده ما نافع اصل انت ما دام يجي الثعلب يرفع كراعه ويبول فوق ليك معناه انت ما اله بتستاهل يعبدوك قال ورب يبول الثعلبان براسه لقد خاب من بالت عليه الثعالب روح يلا قال له ومشى اسلم طواله لأنه ده ما يستاهل يعبد. أسا نفس النظام ده. معلش أسا ما في إله بتاع عجوة ولا بتاع حجر ولا كده. لكن في نظام جديد شيطان ده متطور الشغل. أسا مش الدنيا دي متطورة موبايل جالكسي بهبشو هبشة. وزمان ما بهبشو بتو التطبس في النوكيا وال 3010 وشنو. بعد شوية اختصرها لك تشخبطها من بعيد. وبعد شوية صارت وحدات بتنضم معاه. طب ولا افتح لي رقم فلان. دق لي تنضم معاه الموبايل ذاته. ماشي متطورة صح؟ الشرك ذاته ماشي متطور لأنه لو جاك أصلا الشيطان قال لك في اللات جاي أروح معانا تقول لي يا أخي أنا مشرك أعبد اللات شتي لو ما مليك ما بقول لك اللات بقول لك أروح طينة ودى الطريفي مين بقول لك طينة بتعالج أي حاجة قال السعر بتاع الكلاب قال بتعالجه شنو بتعالجه ما نظام جديد بتاع شرك منزل لك ويندوز جديد فهمت ونظام ابديت بيعمل لك ابديت للشغل انت بتمشي معاه خالص يوشك فنفس النظام ده اللي لو تلقى رابط ورقه وكده يقول لك الشغل الايام دي ما ماشي السوق واقف قال بس يقول لك دقيقه سهله جدا تمشي بجاي بهيني وصف لك محل الفقير يقول لك جيب ورقه حلقها في الدكان فوق الشغل بيمشي تمام انت عارف ممكن ربنا يبتليك عشان يختبر ايمانك يبتليك تلقاك مفلس
والطماطم بارت ولما عفنت جدحتها مشيت جبتها واحده ثانيه وراس مالك نصه راح. شفت كيف؟ اول ما تجيب الورقه تعلقها علينا يا جماعه طوالي جو بلا جيب 2 كيلو تبيعها كلها طوالي حتؤمن بالورقه دي انه الشغل ده جاب الورقه. فهمتني؟ فدي اساليب بتاعت الشيطان برضه شغال باساليب زي دي. فهنا عندنا من اساليب القران قال تعجيزه لآلهة المشركين، ما يقدر يعملوا ايش؟ ما يقدر يعاين فيك بعينه. شفتها؟ ما يقدر يعمل اي حاجه. قال وقوله ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون. الى اخره. سبعه قال ومنها تسفيه المشركين الذين يعبدون غير الله. تسفيهم. طبعا ممكن ناس يوافقوك في كثير من الاساليب اللولو دي. لكن مما تقول لهم المساله دي كمان فيها تسفيه للمشركين اللي بيعبدوا غير الله. ولك يا مولانا بس احنا الحته دي ما معك فيها. ليه ما معك؟ ما هذا بدليل. تسفيه المشركين الذين يعبدون غير الله عز وجل. التسفيه يعني شنو؟ من السفه. والسفه اساءة التصرف. لاحظ العلماء قالوا اذا كان ربنا سبحانه وتعالى وصف الطفل الصغير ولا المراه الما بيحسنوا التصرف في المال وصفهم بانهم سفهاء. ربنا قال ولا تؤتوا السفهاء اموالهم. سفهاء دلياتهم الولد الصغير الما بلغ لسه وما بيحسن التصرف ما تدي المال. والمراه في الغالب ما تحسن التصرف، ما تدي المال. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. اها. ليه سمى سفيه؟ لانه بيشيل المال بيخطه في محله غير محله. يعني ممكن قروش تكون انت عندك سمايه ولا عندك حاجه قربت وده موضوع مهم جدا. انت عارف؟ كانت تقول ده المرأة تشتري من ملايات كلها ترصها لك كده وستاير تقول لك الستاير دي دار غيرها وانت متضايق متضايق وما عندك قروش والسماية قربت تقول للناس شنو؟ تقول انا ما اقدر اسمي لها ولا اسمي لها ببليلة تسوي شنو يعني؟ كويس؟ السفه تضع الشيء في غير محله. يا اخواننا اذا كان المال لو خطيته في غير محله سفيه. طيب لو شفت حق الله التوحيد حق الله اديته لزول ثاني ده سفه ولا ما سفه؟ عشان كده هنا الشيخ قال لك تسفيه المشركين الذين يعبدون غير الله. ربنا قال ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه. سفه رقبته يا اخي تشيل حق الله تدي له مخلوق؟ سفه رقبته. ولذلك ذكر عليها الدليل ابراهيم عليه السلام قال أفتعبدون؟ تكلم مع قومه، معهم أبوه. قالك بيعبدوا شنو؟ جيبوا الأصنام بتاعتهم وراسلنا. إبراهيم عليه السلام قال جمارك عليهم قال لا 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 عندنا عيد، العيد بتاع الآلهة راح معانا. أمرك مارقين برا عيد ودار يحتفلوا بآلهتهم. راح معانا. قال إني سقيم. سقيم هم فيهم إنه عيان يعني ما بيقدر يمشي معاكم. وسقيم معناه قال له بس انا ما عارفني يا اخي بيسووا فيتو ده. انا سقيم ما عارفني بيسووا فيتو ده. قال اني سقيم فتولوا عنه مدبرين فاتوا لآلهتهم. العيد بتاع الالهه بره والالهه قاعده جوا حاطينها كده وراسين قدام الاكل. مش عشان تاكل ما بتاكل لكن راسين قدام عشان تبارك لهم في الاكل يجوا ياكلوهم. كويس؟ طوال اول ما فاتوا قبال ما في دليل ممكن هم ماشيين ابراهيم عليه السلام قال لهم تالله لاكيدن اصنامك صوروا بس امشوا وانا عندي نظام مع الراسين اللي جاي دي تالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين فوتوا. سمع واحد منهم بطرف كده سمع عليه فاتوا ابراهيم اللي هو مكسره كلها دخل عليها بفاس ليه قال لك القاعد قدامه قال الا تاكلون؟ ما تاكلوا يا للالهه ما بتاكلوا الا تاكلون؟
ما لكم لا تنطقون وما بتتكلموا مالكم كمان. قال فراغ عليهم ضربا باليمين كسر انشت وشال الفرار خطف الكبير ومرق فات. لما جو قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ دمنوا ذا ذاك السرد السمع الكلام القبيل ذاك. قال لهم قالوا سمعنا فتى يذكرهم. يذكر كلمة يذكر دي معناه يعيد بيعيب الآلهة. سمعنا فتى يذكرهم. وتخيل معاي ما اتهموا به إلا إبراهيم عليه السلام، ما اتهموا واحد ثاني. ليه؟ لأنه هو اللي بيتكلم فيها. سمعنا فتى يذكرهم، هو اللي بيعيب الآلهة دي. قالوا ده ما غيره. عشان كده هسه دائما الزول الشغال في التوحيد تمام الجماعة بيتهموه بالتهم زي دي. بقول لك اصله غير المسخوط ده، ما في زول بيقول الكلام ده. اصله يا هو ما غيره. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم، عمره 16 سنة. ابن كثير 16 بس. شوف التوحيد والقوة والعظمة دي كلها والدعوة العظيمة دي. وربنا قال إن إبراهيم كان أمة عمره كم؟ 16 سنة. يعني أصغر من أغلبنا إحنا اللي قاعدين دي. في واحدين مننا ممكن عمره لو ضربه في أربعة يساوي 16 سنة. قال لهم ها؟ أول ما جابوا قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قدام كلام منطقي خلاص. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. طب ما كذب عليهم عشان ما تقول وطيب كسره ليه؟ يقول لهم كسر الكبير. ما كذب عليهم معنى الكلام. لو بيتكلموا لو بيتكلموا سوا الكبير ده. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. الوقت ده ها قال فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. مشكلة فيكم انتوا براكم. ليه سووا كده؟ بيقبلوهم في رقبتهم. كويس؟ قالوا إنكم أنتم الظالمون. كيف تخلوا الآلهة بتاعتكم من غير حماية؟ مفترض تحرسوا ذول الآلهة. يا إخواننا إله بيحرسوا ذا نافع. شوف إبراهيم عليه السلام لما لقى الوقت ده وقت حجة قاسمة طوالي قال لهم العبارة دي. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون تبا لكم ولما تعبدون من دون الله. سفهم هم لأنه ما معهم. ما ممكن يا أخواننا بالمنطق أنا أكون حارس لي إله أنا اللي بحرسه بحرسه أنا. ما ممكن الإله ده هو اللي بيحرسني وهو اللي بيحميني. كويس؟ قال لهم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. زعلوا أول ما قال لهم الكلام ده زعلوا. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم إلى آخر القصة بعد ذلك. فدي الجزئية السابعة. قال ومنها بيان عاقبة المشركين الذين يعبدون غير الله. وده يا اخواننا باب مهم جدا انت كداعي تتناول. العاقبة بتاعتهم شنو؟ ذو المشرك عبد غير الله. شوف ربنا قال ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون. شوف عاقبتهم كيف. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. قال إذ الأغلال الأغلال ده حديد بيربطوا بين رقبة فوق. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يديهم مربطات بالسلاسل والسلاسل يسحبون جرهم جر في الحميم ثم في النار يسجرون. الحميم موية حارة بتغلي. قال لك دي العاقبة بتاعتهم من الحميم يكبون في النار من النار رجعهم الحميم شغالين كده بس هنا هنا هنا. ثم قيل لهم عشان يوريك مشكلتهم شنو أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا. الجماعة الزمان بالشكل فيهم
وابويا الشيخ وتتكلم زي ما بخليك ويا مسخوط وما تلعن الأولياء. أين ما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا. مشكلة بس نكرهم كله. قالوا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا ولا كنا ندعو ذاته. نكرهم وده ما بحلهم. ربنا قال لهم ذلكم يعني العذاب ده حميم نار حميم نار. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. واحد تلقى مستمتع في الدنيا يقول لك والله الليلة زيارة الكريدة. الكريدة ماشي تسوي شنو؟ الله يهديك الله يهديك ماشي ليه أنت؟ يقول لك نجيب البركة ونزور أوليانا ونندهم وندعوهم. الله قال ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون فادخلوا أبواب جهنم. خشوا فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين أو فبئس مثوى الظالمين. عذاب. عشان كده أنت كداعية وري الناس المشكلة دي العاقبة وخيمة. مش كده بس، تعرف الجماعة ديل بتبرروا منهم كمان. يعني تخيل زول انت الدنيا كلها معديه بالشاكل عشانه ودفاع عنه، شايل سكينة فضة عكينة. طب قول للناس والله بتكلم في مول الشيخ ده سكينة دي اللي تاكله ويدافع عنه كويس ويدفع قروشه كلها. في ناس قروش اموالهم دي، زول تلقاه تاجر كبير جدا ماله كله بس للشيخ بس قصاده العتان يجيب له ما تعرف شنو كله ده ماله وجهاد وبنفسه دفاع عنه. تخيل معاي يوم القيامة اجي اتبرع منه كده قدام الناس. والله يا اخواننا دي مشكلة كبيرة، صدقني مشكلة كبيرة. ربنا قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. ما تابعوه اجي اتبرأ منه. إذ تبرأ الذين اتبعوا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب المودة في الدنيا هنا مودة ما شاء الله. يقول لك نحن مع سيادنا كده مع بعض كلنا انت معانا بالله في الطريقة. يا سلام يا أخي بيناتهم مودة. قال وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. 9 قال ومنها رده سبحانه وتعالى على المشركين في اتخاذهم الوسائط بينهم وبين الله بأن الشفاعة ملك له سبحانه. شفاعة ملك لله عز وجل لأنه ما في حد بيشفع له الا الله يرضى ويأذن له انه يشفع. 2 ما في حد بيشفع الا لموحد. وبيان الشفاعه وتفاصيلها انا داير اختصر اختصارا. 10 قال انه بين سبحانه ان هؤلاء المعبودين من دون الله لا يحصل منهم نفع لمن عبدهم من جميع الوجوه. كقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. آخر مسألة قال ضرب الأمثال. يا اخواننا الأساليب دي زول لو تتبعها في القرآن يتضح له إنه القرآن فيه ذخيرة وموسوعة من الأساليب القوية في بيان التوحيد. ما تحصر نفسك ولا تغير رقبتك. أنت ما تغير رقبتك في جزء معين، إنما استخدم كل الحجج والبراهين في القرآن المتاحة لك واللي حسب علمك يعني. كويس؟ وهذا مما يدل يا إخواننا أننا ليس بحاجة، وده تنبيه الناس يفتحوا لها دارهم كويس. نحن ليس بحاجة
إلى أن نستخدم أساليب قد تضر ولا تنفع. إحنا ما دام عندنا ده كله استخدم الأسلوب ده، الأسلوب ده من الأساليب القرآنية المتعددة والغنية والقوية والمقنعة. أنا عندي كل هذه الأساليب، لسنا بحاجة إلى استخدام أساليب لا عندها دليل لا في آية لا في حديث، وتدور لك شكلها مع الناس ونبذ من غير فائدة. ودي كلها من آثار ذاك الرجل اللي دخل في كثير من اخواننا ولسه الناس ما قدرت تخلص منها. يعني زول يقول لك آية آيتين وبعدين تف عليك بليد ما بتفهم. لسنا بحاجة إلى استخدام هذه الأساليب. قول قول صح، قول بتجوز، أنت ما محتاج لي. إنما الشيء اللي بتحتاجه يكفيك ما في القرآن من إقناع وحجة وقوة وزجر للمعاند. انت لو دار عبارات زجر وتأديب فالقرآن راجع فيه عبارات زجر وتهذيب وتأديب للمعاند وإقناع وقمع كله فيه. فلسنا بحاجة إلى استيراد ألفاظ تبقى محل صراع بيننا وبين المجتمع وبيننا وبين المنتقدين لنا، ولسنا بحاجة لها. ما في، ما مستفيدين منها. يعني لما تستفيد شنو؟ لما تيجي تف عليك ويا عثم، انت ما مستفيد منها حاجه. وان كانت جائزه فالانسان يختار من الالفاظ ومن العبارات الالفاظ القرانيه والفاظ النبي عليه الصلاه والسلام في تقرير التوحيد وفي بيانه وتكون مقنع، وحتى ما بتفتح باب للخصم عشان يشنع على دعوته. ما تفتح باب. الانسان دائما يحاول يقفل كل الثغرات اللي ممكن تدخل عليك انتقادات واشياء بتصرفك انت عن غرضك الاساسي. تصرفك عن المنحى الاساسي تغرير التوحيد ومحاربه الشرك، بعد شويه تبقى في اسلوبك وما اسلوبك ونبستنا واليوم ده قلت لي كده انت ما في حاجه لهذه الامور. طيب وده ايضا فيه يا اخواننا فائده مهمه اختم بها، اللي هي ما دام القران عدد الاساليب ونوع في تناول العقيده يدل على ان هذا الامر امر اساسي ويجب على الداعيه التركيز عليه. ولذلك اخيرا اقول الناس يجتهدوا وينتشروا في المساجد، مساجد دي كثيرة، والحمد لله طلاب العلم نالوا من التوحيد ومن الأبواب دروس الأبواب حظ طيب يمكنك من دعوة الناس إلى أبجديات الإسلام. فأهل نفسك، أضبط النصوص من القرآن والسنة ضبط تمام، ما تغلط لا في لغة عربية لا في لفظ آية لا في نصها، وانطلق إلى المساجد وعي المسلمين. لأنه في كثير من الناس يا أخواننا والله دارين الخير، يعني لما أنت تيجي تبين له توقع له المسائل دي بأدلة من الكتاب والسنة وبأسلوب مقبول، أسلوب نفس النظام في القرآن وفي السنة، بس تبين للناس وتشرح لهم وتخش أي مسجد. الا لو انت بعد ذاك تاكدت انه ده محل بتاع مشاكل انت بتقدر معلش، لكن في النهايه انت لست بعدو للمجتمع، وانت لا تقدم ماده محظوره. يا اخي اللي ربطها هنا البنجو بيبيعوا، البنجو بيبيعوا وتلقى ناس الحين اللي عارفينه وداخل بعربيته ومارق وباني له عماره بيبيع بنجو ده. أنت تقدم أفضل ما في الأرض، تقدم التوحيد بالأدلة من الكتاب والسنة. أنت عندك بضاعة هي أغلى بضاعة وتحمل رسالة هي أنفس رسالة، تخجل من شنو؟ تجيب في أي مسجد من مساجد المسلمين وفي أي ساحة من الساحات كلم الناس، دعوهم من الكتاب والسنة، وعي المسلمين
في ناس عندهم اشياء والله يا زول يكون قام عليها وتربى عليها، لكن اول ما تقدم له النصيحه بالايات والاحاديث وتوعظه وتذكره بشيء بيعمله بخليه تنفع الناس وتنطلق. وكل ما الانسان عمل بعلمه وبلغ علمه ربنا بيعلمه اكثر وبيديه اكثر. عموما كده اكون وصلت الى ختام هذه الورقه العلميه، وباعتبارها كمقدمه وتمهيد لشرح ابواب كتاب التوحيد وتاهيل الداعيه. الانسان يتاهل كداعيه ينفع الله سبحانه وتعالى به المجتمع ويرفع به الجهل الموجود عند الكثيرين من اهلنا في بلادنا وفي غيرها. اسال الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والعلم والرشاد، انه جواد كريم. هذا وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.